فيما بين قياداته. أنا أعقب فقط على كلام السيد النائب، الإطار لم يتحول إلى تحالف سياسي لغاية الآن. نعم. باعتبار أن هناك قوى في الإطار ومنهم الحكمة لا يشتركون في الحكومة، ولكن الحكمة وجودها في الإطار التنسيقي هو وجود لتقريب وجهات النظر لحلحلة المشاكل. نعم. ما بين الإطار وما بين السيد الصدر، ما بين الإطار والقوى الوطنية. حقيقة كل يعني الرسائل التي وردت إلى الإطار التنسيقي، كل المحاولات التي من شأنها أن تنهي هذا النزاع ما بين ائتلاف دولة القانون والسيد الصدر، حقيقة لم تأتي بأي نتائج ملموسة. نعم، ولكن لغاية اجتماع البارحة سيد اللامي، الخلاف واضح جدا، هو خلاف يعني أنه سيد مقتدى الصدر يعني بصراحة تحدث بكل صراحة، يقول لك ماري دولة القانون، ماري السيد المالكي ويانا بالحكومة، يروح للمعارضة. السيد محمد الشمري تحدث يقول لك ما يصير تجبرني أروح للمعارضة، أنا أروح اختياري، ما أحد يجبرني حتى أروح للمعارضة. هذا مو كلامنا، كلام سيد النائب. لكن اليوم أكو إشكالية حقيقية في ظل وجود خلافات البيت الشيعي، والآن وصل السيد مقتدى الصدر إلى بغداد يعني برفقة السيد حسن النائب حسن العذاري، ربما لتشكيل الحكومة، وأيضا البعض يتحدث ربما تكون بسلة وحدة التصويت على رئيس الجمهورية وأيضا تكليف رئيس الوزراء. فنتوقع أنه الأحداث راح تكون سريعة، وأيضا الإطار التنسيقي راح يذهب مجبرا إلى المعارضة. ست هيفاء، وماكو شيء اسمه يعني قصرا، ولكن المعادلة السياسية مو كلامنا سيادة النائب، يعني ما تجبرني اروح للمعارضة. نعم، المعادلة السياسية هي يعني بنيت على اساس ان تحفظ المكونات السياسية في الحكومة وفي التشكيلة الحكومية. هي هذه الأغلبية الوطنية او السياسية التي اطلقها السيد الصدر، بالعكس الجميع يرغب ان نذهب من النظام التوافقي الى نظام الأغلبية، ولكن هذه الأغلبية فيها تشوهات، أي جميع داخل في هذه الأغلبية ما عدا هناك انقسام كبير في المكون الشيعي. لو فرضنا أن تنجح هذه المعادلة بأن ذهب السيد الصدر ومع السيد الحلبوسي والسيد البرزاني إلى تشكيل الحكومة، بالطبع أنا أؤكد لك سوف يكون الجميع يعني جميع من خارج هذه المعادلة سيذهب إلى المعارضة، وستكون أغلبية وطنية في مقابل معارضة وطنية. ولكن الآن المعادلة غير متوازنة، الجميع مشترك، وفقط من يعني يدفع خارج التشكيلة الحكومية هم الإطار التنسيقي، والقوة داخل الإطار التنسيقي الراغبة بتشكيل الحكومة. وهذه هي أساس الصراع، وهذه أساس المشكلة، بغض النظر عن المشكلة الشخصية بين السيد الصدر والسيد المالكي. المشكلة الأساسية، حتى نحن في الحكمة عندما طرحنا هذا الموضوع وحاولنا أن نعالج هذا الموضوع، بأن هذا الموضوع بداية لإخلال التوازن يعني في الحكومات التي